السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم. النهارده فكرتنا لذيذه جدا جدا، انا استمتعت وانا بعملها بصراحه، لان هي من ادوات يعني ابسط ما تتخيلوا، بيطلع النتيجه حلوه جدا جدا. عشان نعمل المشروع الصغنن بتاع النهارده عايزين ورق نابكن عادي، وعايزين خيش، وعايزين اي دونتال عندكم او شرايط، اي شرايط عندكم شغاله كله شغال. هناخد الورق اللي عندنا هو كده، احنا هنخليه بالشكل ده، وهنبتدي نعمل مروحه. هنعمل مروحه بالشكل ده، بعد ما بنعملها كده باخدها بأي خيط عندي بربطها عشان تبقى عندي بالشكل ده. بعد ما بربطها بجيب المقص وبقصها من فوق على شكل دائري، يعني بس كده عشان خاطر أولا عشان أفتح القفلة اللي هنا دي، وثانيا عشان خاطر أديها شكل لذيذ. دلوقتي هنبتدي نعمل إيه؟ هنبتدي نفتح في الورق. بشوف يعني بصوا كذا طبقة كذا طبقة، في بصوا ازاي يعني طبقات صغننة قوي، بس احنا عايزين كل الطبقات دي نفضل بالراحة خالص نفتح فيها. بنفتحهم طبقة طبقة لغاية ما بيبقى في الاخر عندنا الشكل ده، هو ده الشكل النهائي اللي بيبقى عندنا. ممكن تخلوه كده، ممكن نحط في النص كمان لولياية كده، بيبقى شكلها لطيف جدا كده بيبقى بالشكل ده. هاخد حتة الخيش اللي عندي، بيكون ده تقريبا مقاسها، وهبتدي اتنيها من الاطراف، يعني كده مثلا هنا احط ده بالشكل ده، عايزين نتني بس دي كمان كده، ونتني التانية كمان. المهم نتني الأطراف عشان خاطر ما تبقاش باينة قدامنا إن هي مش متقفلة كويس. دي هتنيها بالعكس، تمام كده. طيب دلوقتي عندي دي زي ما قلنا متنية بالعكس، يعني دي لجوه ودي لبره، عشان لما اجي اعمل كده ما تبقاش شايفين كده ما فيش اي حاجة عندي باين التانيات فيها، دي لورا ودي بقت لجوه. فهقفل دلوقتي انا على دول بالشكل ده، هقفل كده، هعمل تانية فأنا كده عملت زي جيب صغير. هناخد دلوقتي، احنا ممكن ناخد وردة زي دي كبيرة، او ممكن نعمل ورد زي اللي عملناه ده صغير ونستعمله هنا. ممكن نمشي دونتيل كده زي ما انتم شايفين احنا عاملينه. خلاص بعد كده الزينة دي حاجة من عندكم، يعني زي ما انتم عايزين بتعملوها. هي الفكرة ان احنا هنا مشيت انا دونتيل هنا بالشكل ده كده، اهو كده حطيته، وبعدين مشيناه كده. طبعا برضو انتم حرين بتحطوه بالطريقة اللي انتم عايزينها، من هنا كده كروس، ومن هنا كروس تاني بالشكل ده. وحطيت الوردة هنا ولزقنا لولي زي ما انتوا شايفين هنا بالشكل ده برضو بمسدس الشمع. ده بيبقى لذيذ ليه؟ ان احنا بنقدر نحط فيه الشوكة والسكينة والمعلقة بتوعنا.
بالشكل ده هو، وبنقدمه جنب الاطباق بتاعتنا للضيوف. بتبقى فكرة حلوة جدا، ويعني كفاية ان هي معمولة من ايديكي انت اللي عاملاها. بتمنى تكون الفكرة بتاعت النهاردة عجبتكم، وبنشوفكم ان شاء الله في افكار جديدة في حلقات تانية. باي باي.